اوراق وين بركة؟ ها؟ اوراق اوراق بركة روح بطلع اطلع على الهواء. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتواصل الانطلاقات والتحديات على أرضية هذا الميدان. ينطلق شوطنا السادس عشر، يحمل تحديات فئة أيضا شوطنا السادس عشر لفئة الجعدان الحقائق. المسافة هي 3 كيلومترات. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. مباشرة نبدأ مع النشمي على المركز الأول، يقدم لنا النشمي علي بن عناد بن عبيد الخاطري يتقدم على المركز الأول. المركز الثاني الواصل مشوش علي بن سيب بن علي بن راشد بن كليب يقدم لنا مشوش على المركز الثاني. المركز الثالث الوصول والقدوم من قبل الغزال سالم بن مطر بن دوي العامري قادم بهذه اللحظات مع انطلاقة هذا الاسم. أيضا القدوم مع الواش عبد الله بن سرداح بن عبيد الكتبي يتقدم بهذه اللحظات. رمحان غادم سعيد بن سهيل بن دليوي الكتبي يقدم لنا انطلاقة رمحان الواصل بهذه اللحظات. وتقدم أيضا متعب عبيد بن ناصر بن سالم بن سحمي الهاجري يتقدم بهذه اللحظات. وأيضا الأسامي القادمة أيضا القادم بهذه اللحظات شاهين عبد الله بن سلطان بن حمد الهاشمي قادما بهذه اللحظات. وتسلل الاضي عبد الله بن راشد بن حليسه يتقدم بهذه اللحظات. الاسامي تحركت، الواصل ايضا الواصل بهذا المسار المميز بهذا التحدي المميز اللي هو مناور سعيد بن شطيط المدهوش يقدم لنا مناور بهذا المسار المميز القادم بهذه اللحظات. والواصل بالمسار المتميز شعار بن كليب قادم ايضا مع انطلاقه وفق. الوفق قادم يقدم لنا الوفق علي بن سيب بن علي بن راشد بن كليب الكتبي. الاسامي قادمه والتحديات قادمه، ولكن بن عناد بن عناد بو سعود روح بو سعود روح الى المركز الاول الى ابناء السوان مع النجمي مع النجمي مع النجمي على المركز الأول مع الصدارة مع مقدمة الشوط مع الأداء الكبير النجمي. والقادم أيضا على المركز الثاني وصل أيضا الواش عبد الله بن راشد بن سرداح بن عبيد الكتبي قادم مع الواش قادم مع الواش على المركز الثاني. الأسامي تحركت، الشعارات تقدمت، ولكن النجمي 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 روح الخاطر يروح. والعصا قوس العصا قوس مع النشمي بلا أي أوامر ولا تعليمات بلا أي أوامر ولا تعليمات على المركز الأول بالأداء الكبير. عصاته في بطانه أبناء راس الخيمة أبناء السوان مع النشمي صاحب الإنجازات صاحب التويت الحدث على أرضية ميدان السوان. 4:24 يظهر بهذا اليوم ليأتي مع الفوز والانتصار ليثبت جدارته ليثبت أيضا جدارته مع الفوز والانتصار بلا أي أوامر. ما كلمه ابن عناد ما كلمه ابو سعود روح ابو سعود روح. والعصا في الابطان روح بالاداء الكبير بالاداء المتميز. سلام 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 يا النشمي سلام صاحب البطولات والانجازات صاحب الانجازات والبطولات ياتي مع الفوز والانتصار. تهانينا والناموس ومشكور مشكور يا سالم مشكور من تابع مع الفوز والانتصار على الأداء المتميز. تهانينا والناموس لك يا بن عناد على الفوز والانتصار. المركز الثاني اللي وصلنا على المركز الثاني اللي هو أيضا لبن سرداح. المركز الثالث لسعيد مشطيط المدهوش. المركز الرابع اللي وصلنا أيضا اللي هو نعم مرموق راشد بن يوعان ايضا الشامسي توقيت 4:34. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار وانتزاع المركز للشاعر علي بن عناد الخاطري. تهانينا والناموس لك على هذا الفوز والانتصار وانتزاع المركز الاول.